السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا الأستاذ سي زكريا. اهلا بحضرتك. انا سعيد جدا ان انا موجود وسطكم النهارده بجد. يعني مرحبا مرحبا أستاذ الفاضل. الأستاذ الآن مستعد موجود. تفضل أستاذ زكريا، يمكن البدء. تمام. ثواني. تمام، أبدأ دلوقتي حالا. نعم، سنبدأ الآن إن شاء الله بإذن الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ زكريا أبو سحاب، باحث بسلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض مراكش، مسير هذه الجلسة بإذن الله عز وجل. يسر المركز المغربي للاقتصاد التشاركي أن يلتقيكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 31 دجنبر 2021، في لقاء علمي تحت عنوان البلوكتشين ومستقبل التمويل. هذا الموضوع الجديد الذي يشغل بال الباحثين والمهتمين بالمالية التشاركية على وجه الخصوص، نظراً لأهميته وراهنيته. هذا الموضوع الذي يجعلنا نطرح أكثر من سؤال أو نتساءل. أولاً، ما هي تقنية البلوكتشين؟ وما هو الهدف منها؟ وما هي أهم خصائصها؟ وكيف يتم التعامل بها في التمويلات؟ وهل هذه التقنية آمنة من التزييف؟ وهل يمكن استخدامها في مجالات أخرى غير المعاملات المالية؟ هذه الأسئلة وغيرها سيتولى الإجابة عنها أستاذ جليل، الدكتور زكريا حسنين، من خلال موضوع الحلقة البلوكتشين ومستقبل التمويل. وقبل أن أعطي الكلمة لفضيلة الأستاذ، لابد وأن أقدم نبذة تعريفية حول هذا العلم البارز. هو الأستاذ زكريا حسنين، معيد المحاسبة الإنجليزي بجامعة كفر الشيخ، باحث في تكنولوجيا البلوكتشين، خبير معتمد من معهد البلوكتشين، ومتحدث عام في تقنية البلوكتشين. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات بالسعودية، الجزائر، والهند، والإمارات وغيرها عن تقنية البلوكتشين، ومتحدث مع العديد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية في الموضوعات الهامة التي تحث على تطوير المهنة. تم تكريمه
في يوم المحاسبة الدولي بالسعودية وله أكثر من 40 لقاء مع العديد من الشخصيات المتميزة في أهم الموضوعات المعاصرة التي تهم المهنة بمصر والعالم العربي. فمرحبا بكم أستاذي زكريا ولكم الكلمة. أول حاجة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المقدمة يعني الكبيرة شوية، بشكرك جدا على الكلام الأكثر من رائع. أنا سعيد جدا إن أنا موجود النهاردة وسط إخواتي في المغرب، وطبعا بعد كورونا العالم العربي والعالم كله بقى يعني مش قرية صغيرة، احنا كلنا بقينا يعني مع بعض في نفس الشارع في نفس البيت في نفس المكان. النهاردة هنتكلم مع بعض عن تقنية جديدة، تقنية البلوكتشين. طبعا في ناس سمعت عنها ناس ما سمعتش عنها، اللي سمع عنها او حتى اللي ما سمعش عنها ارجو النهارده يكون اقدم كده يعني انترودكشن ظريف عن البلوك تشين وازاي هتاثر على مجال الفاينانس. هقدر يعني اشير معاكم البرزنتيشن. تفضل. تمام كده واضح البرزنتيشن؟ نعم واضح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم، انا سعيد جدا ان انا موجود النهارده معاكم. النهارده هتكلم على البلوك تشين والفيوتشر اوف فاينانس. النهارده ان شاء الله خلال السيشن دي هحاول اغطي معاكم بعض النقط الرئيسيه بقدر الامكان. هتكلم اول حاجه على الهيستوري اوف بلوك تشين، تاريخ البلوك تشين، ازاي ظهرت البلوك تشين. بعد كده هتكلم معاكم ايه هي البلوك تشين وازاي بتشتغل. تالت حاجة ايه التحديات اللي بتواجه القطاع المالي. رابع حاجة ايه الفاينانشال يوز كيسز للبلوك تشين في الفاينانشال سيكتور. بعد كده ايه الايشوز اللي بتواجه البلوك تشين عشان تعمل انتجريشن او تبقى موجودة مع الفاينانشال سيكتور. بعد كده هناخد تريد فاينانس از يوز كيس للبلوك تشين. واخر حاجة هنتكلم على بعض الاسئلة او التساؤلات اللي دايما بتهم CFOs وهم يشوفوا حتة أو موضوع أو التوبيك بتاع البلوك تشين. أول حاجة لازم نكون عارفين إن البلوك تشين ما ظهرتش يعني في يوم وليلة، لأ، البلوك تشين نتيجة مجهود من سنوات وسنوات. يعني طبعا هي تراكم للعلم لغاية ما في 2008 جالنا ساتوشي ناكاموتو عمل وايت بيبر في واحد ونشرها في 31 أكتوبر 2008 في منتصف الأزمة المالية العالمية. ساتوشي ببساطة حاول يحل مشكلة مهمة كانت موجودة منذ التسعينات، وهي مشكلة إزاي النهاردة ننقل فاليو أو أي شيء ذات فاليو خلال الإنترنت بيكون بدون ما يكون موجود سنترال أثورتي أو في سلطة مركزية. طبعا مش هو لوحده اللي حاول الكلام ده، حاول ناس كتير قبله وعملوا واستخدموا وعملوا محاولات عديدة، 15 أو 20 محاولة لحل الموضوع ده، لغاية ما في النهاية نجحت محاولة ساتوشي ناكاموتو اللي هو ينقل شيء أي ذات فاليو عبر الإنترنت. يعني إيه أي شيء ذات فاليو؟ ببساطة جديدة كان في مشكلة بتواجه الناس وهم بينقلوا أي شيء ذات فاليو عبر الإنترنت. يعني النهاردة كان زمان أو يعني الوضع اللي هو كان المتعارف عليه، اللي النهاردة ما بتيجي تبعت ملف PDF أو صورة لحد انت بتبعت له نسخه منه، او حتى فيلم بتبعت له نسخه منه، اما الاوريجينال كوبي او النسخه الاصليه بتكون موجوده عند الشخص الاصلي. الكلام ده اتس اوكي، كويس وحلو في الواقع في الحياه اللي انت تقدر تعمل شيرنج للحاجات اللي عندك مع الناس، رغم اللي برضه سبب مشاكل في صناعه مثلا السينما، الاغاني، الحاجات اللي هي كوبي رايت الكتب العلميه الى اخره. لكن لو احنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي ذات فاليو زي الفلوس، زي مثلا لو بعد كده بنتكلم بقى على اصول رقميه الى اخره، ما ينفعش ان انا اديك نسخه من الحاجه وادي لنفس الشخص نفس النسخه. يعني لو انا معايا مثلا 10 جنيه مصري، ما ينفعش ادي ال 10 جنيه لمحمد وفي نفس الوقت ادي ال 10 جنيه لمحمود، لا، هي 10 جنيه واحده لازم اديها لشخص عشان في الاخر رصيدي يبقى زيرو. فبالتالي اللي حل مشكله الدبل سبيندنج اللي انت ما تقدرش تدي لكذا حد في نفس الوقت هو ساتوشي ناكاموتو. طبعا كان اول تطبيق للبلوك تشين هو كان البيتكوين. دايما الناس بتخلط ما بين فكره البيتكوين والبلوك تشين از تكنولوجي. البيتكوين هي احد تطبيقات البلوك تشين وليس التطبيق الاوحد. اول تطبيق لاستخدام تقنيه البلوك تشين هو كان البيتكوين.
البلوك تشين اكبر من كده بكتير. البلوك تشين اكبر تقنيه كبيره ممكن نقدر نستخدمها في مجالات متعدده. بعض الناس يعني بيعتقد ان البلوك تشين كانها انترنت بروتوكول او لاير جديده. طبعا احنا عندنا اللايرز بتاعه الانترنت منذ السبعينات 1974 ظهر لنا الايثرنت، وبعد كده تي سي بي والاي بي والاتش تي تي بي والاس اس ال والتي ال اس. فبعض الناس بيعتبر البلوك تشين كانها لاير جديده للانترنت، وفي بعض الناس بيعتبرها النهارده هو الانترنت الجديد اللي هيغير الدنيا كلها، او بنسميه انترنت اوف فاليو، الانترنت العادي اللي احنا شغالين بيه. الناس بتسميه الانترنت اوف انفورميشن، والانترنت والبلوك تشين بيسموها هي انترنت فاليو او انترنت التعاملات. طيب بعد كده هنخش مع بعض ايه هي البلوك تشين وازاي بتشتغل. ببساطه شديده جدا زي ما احنا شايفين كده في الرسمه او الدايجرام اللي عندي ده او الفيجر اللي عندي ده. النهارده انا حابب اعمل ترانزاكشن مع حد، يعني حابب مثلا ابعت فلوس لحد على سبيل المثال، طيب، او حابب اشتري بضاعه انفنتوري من حد. ايه اللي بيحصل؟ اللي المعامله دي بتتنشر على نتورك، بتتنشر على نتورك. نشوف كده الشكل ده افضل وبعد كده نرجع للشكل اللي قبل كده. النهارده زكريا حابب يعمل معامله مع محمود، حابب يشتري مثلا بضاعه منه ب 10000 جنيه. طيب المعامله دي او الترانزاكشن دي بيتم نشرها على النتورك بتاعت البلوك تشين. كل الاطراف اللي موجودين في النتورك دول شايفين المعامله، بيقدروا يعملوا فيريفيكيشن او لازم يصدقوا على المعامله ان المعامله دي مظبوطه وشروطها مظبوطه وما فيهاش مشكله. فبالتالي مجرد ما بيعملوا فيريفيكيشن للمعامله، ايه اللي بيحصل؟ البلوك ده والترانزاكشن دي بتتحط في شكل بلوك، البلوك ده بيتضاف ليه بقى البلوكس اللي موجوده، وبالتالي بيظهر عندنا ما يسمى بالبلوك تشين او سلسله من البلوكات. ده باختصار شديد. يبقى ممكن نقولها بعباره تانية، النهارده حصل ترانزاكشن، الترانزاكشن دي اتسجلت، فظهر لنا الترانزاكشن الاولانيه حصل لها فيرفايد، وبعد كده ظهر لنا الترانزاكشن الثانيه، الترانزاكشن الثالثه، الرابعه الى اخره، فظهر لنا تشين اوف بلوكس. التشين اوف بلوكس دي ممكن بتعمل لنا او بتعمل لنا بنسميها اديتبل داتابيز او بنسميه ليدجر، تقدر انت من خلاله تشوف كل المعاملات اللي حصلت ما بين كل الاطراف في النتورك دي. وطبعا كل ترانزاكشن دي متشفره بشكل كبير ومؤمنه بشكل لا يمكن التلاعب فيها بشكل عام. طيب المعاملات دي عشان تتسجل لازم بيحصل عمليه اجماع. ايه الاجماع ده؟ بنسميه كونسس بروتوكول، او من خلال كونسس بروتوكول او كونسس الجوريزم، اليه اجماع. طبعا اليه الاجماع بتختلف من سواء انت بقى بابليك بلوك تشين، بيرميشن برايفت بلوك تشين الى اخره. ده بنسميه الكوست اوف ترانس، كوست اوف تراست، او تكلفه الثقه. النهارده كان النهارده عشان مثلا بتبعت فلوس لحد، فكان بيخش شركات في النص، الشركات اللي في النص كانت بتاخد عموله كوميشن. طيب ايه اللي يغنيك عن كده؟ اللي هيغنيك بقى البلوك تشين. فبالتالي عشان يبقى هم التراست او البلوك النتورك نفسها هي التراست، فبالتالي لازم يظهر عندنا كونسس بروتوكول او اليه للاجماع عشان الاطراف يوافقوا ان المعامله دي مظبوطه وتتم وما فيهاش اي مشكله. طيب ممكن برضو ببساطة نحاول نفرق ما بين البلوك تشين والداتابيز. ببساطة جديدة جدا الداتابيز عبارة عن الداتابيز الاثوريتي فيها بتكون بشكل سنترلايزد مركز، اما البلوك تشين فهي دي سنترلايزد بشكل غير مركزي. يعني النهاردة الداتابيز العادية بيبقى عندنا حد اسمه ادمنستريتور، هو اللي بيتحكم في الداتابيز، يقدر يغير اي بيانات، يقدر يعمل اي شيء هو عاوزه، لان هي الداتابيز مركزيه، كل شيء هو يقدر يعمل فيه اللي هو عاوزه. اما البلوك تشين لا، البلوك تشين بشكل عام ان جنرال هي ديسنترلايزد، وبالتالي مفيش اي سنترلايزد ابروتش متحكم فيها. ده طبعا بشكل عام. طبعا في حاجه عندنا اسمها برايفت بلوك تشين، يعني بتقرب شويه من فكره السنترلايزيشن، وهنقول الفرق ما بين كل انواع البلوك تشين كمان شويه. بعد كده بنتكلم برضو التصميم نفسه. الداتابيز التصميم بتاعها عباره عن كلاينت سيرفر اركيتكتشر، اما البلوك تشين هي ديستريبيوتد ليدجر نتورك. طبعا بالنسبه للداتابيز، الداتابيز تقدر تعمل فيها كل شيء، سواء انت كرييت ريكورد او ريد ريكورد موجود، او انت ابديت ريكورد او ديليت ريكورد موجود.
لكن في البلوك تشين انت عندك اتنين اوبشن بس، ريد او رايت لريكورد موجود. يعني ببساطه، يعني النهارده حابب اسجل مثلا بيانات يعني بيانات مثلا عميل مثلا، او انا عاوز اعمل ترانزاكشن مع عميل، الترانزاكشن اللي مع عميل ماشي، يبقى انت كده عملت ترانزاكشن، الترانزاكشن تمت. بعد ما تمت خلاص اتسجلت على البلوك تشين، فبالتالي انت الاوبشن اللي هيبقى متاح عندك بس اللي انت تقدر تعملها ريد. هل انت تقدر تعدل او تعمل موديفيكيشن في الترانزاكشن اللي تمت؟ لا، في البلوك تشين لا. طيب في الداتابيز؟ لا، في الداتابيز بقى تقدر تعدل فيه حتى لو ترانزاكشن تمت، لان انت عندك هنا عندك سلطه مركزيه، وبالتالي كل شيء متاح اللي انت تقدر تعمله. وطبعا من هنا تيجي بقى الانتجريت. طبعا البلوك تشين فكره النزاهه، المعاملات موجوده بشكل شفاف، كل الحاجات شايفها، فبالتالي ده بيعلي من فكره الانتجريشن والترانسبيرنسي والى اخره. طب بالنسبه للكوست، البلوك تشين طبعا الكوست بتاعتها اعلى شويه من الداتابيز، لان طبعا دي تقنيه جديده، فالناس مش فاهمه التقنيه شغاله ازاي وايه اليوز كيس المناسبه، عكس الداتابيز موجوده من زمان من سنوات، وبالتالي الناس بتقدر تستخدمها بمنتهى البساطه. طيب ايه اشهر، او اول قبل ما نتكلم على اشهر انواع البلوك تشين، نتكلم ببساطه على البيست يوز كيسز للداتابيز والبيست يوز كيسز للبلوك تشين، عشان برضو نكون عارفين البلوك تشين هي مش مناسبه لكل شيء، في بعض اليوز كيسز اللي هي مناسبه ليها، وفي بعض اليوز كيسز اللي انت يبقى يفضل ان انت تستخدم الداتابيز افضل من البلوك تشين. الداتابيز احنا بنستخدمها لو انت عندك اونلاين ترانزاكشن وعاوز تعملها بشكل سريع، لو انت عندك ريليشنال داتابيز، لو انت عندك يعني معلومات مهمه عاوز يعني تسجلها بشكل عام. البلوك تشين العكس، البلوك تشين طبعا ستيل بطيئه شويه عن في عمليه ترانزاكشن، لان انت بتعمل فيريفيكيشن للترانزاكشن، فيريفيكيشن للترانزاكشن ده بياخد وقت، فالوقت اللي هو بياخده ده مش موجود في الداتابيز العاديه. الداتابيز العاديه الترانزاكشن بتتم خلاص ما فيش مشكله، اما في البلوك تشين لا، في حاجه في النص اللي هي عمليه الفيريفيكيشن، فالفيريفيكيشن ده بياخد وقت، فبالتالي العمليه ابطا شويه في البلوك تشين. طبعا لو انت عاوز تعمل مونيتري ترانزاكشن او ستورج فاليو او ترانسفير فاليو او ديسنترايزد ابس او ابلكيشنز، فطبعا البلوك تشين هي البيست يوز كيس للحاجات دي كلها. طبعا بعد كده بنتكلم عن انواع البلوك تشين. انواع البلوك تشين عندنا انواع كتير، اربع انواع: بابليك بلوك تشين، برايفت بلوك تشين، هايبرد او فيدريتد بلوك تشين، كونسورشيوم بلوك تشين. نتكلم بشكل عام، هنتكلم مثلا عن البابليك والفرق بينها وبين الفيدريتد او الهايبرد بلوك تشين. بالنسبه للبابليك بلوك تشين كل شيء بابليك موجود، اي حد يقدر يخش على النتورك دي، مفيش اي ريستريكشن للاكسس، على عكس الفيدريتد بلوك تشين في بيرميشن بلوك تشين، فمش اي حد بيقدر يخش عليها. ناس يعني لو انت عامل بيرميشن بلوك تشين ما بين عده بنوك، البنوك دول اللي موجودين في النتورك دول هم اللي ليهم اكسس، اللي هم يقدروا يخشوا على النتورك دي، فبالتالي انت بتختار مين اللي يكون موجود معاك في النتورك، على عكس البابليك اي حد يقدر يخش على البلوك تشين. البابليك زي البيتكوين، بيتكوين نتورك اي حد يقدر يشتري بيتكوين، يبيع بيتكوين، يعمل اي شيء، فبالتالي المثال الاوضح للبابليك بلوك تشين هي البيتكوين. بالنسبه للكنترول، البابليك بلوك تشين ديسنترلايزد بشكل 100% بيور ديسنترلايزد، مفيش حد يقدر يتحكم فيها. الهايبرد لا، الهايبرد شويه الاورجنايزيشن اللي هم موجودين في النتورك دي هم اللي يقدروا، هم المتحكمين في النتورك دي. طبعا الحاجات بالنسبه للداتا في البابليك بلوك تشين اميوتابل، وطبعا الهايبرد برضو اميوتابل. طبعا البابليك بلوك تشين معاملات فيها ابطا شويه من الفيدريتد او الهايبرد بلوك تشين، لان طبعا الكونسس الجوريزم متغير عن البابليك، او آلية الاجماع تبقى مختلفه شويه عن البابليك. ببساطه شديده لازم برضو نكون حاطين في دماغنا واحنا بنتكلم عن البلوك تشين، الداتا اللي احنا بنعمل لها فيريفيكيشن او اللي نقدر نسجلها على البلوك تشين ممكن تكون لا اما فاليو لا اما كمبيوتر كود. الكمبيوتر كود طبعا حابب اتكلم هنا في حته الكمبيوتر كود. النهارده البلوك تشين
بقى في اجيال للبلوك تشين، بلوك تشين 1، بلوك تشين 2، بلوك تشين 3 و4 الى اخره. فطبعا الاجيال دي كل جيل ليه مجموعه من الخصائص. الجيل الاولاني احنا كنا بنتكلم بس على فكره ان انت بتنقل فلوس لحد او تشتري فلوس، هي البيتكوين. بعد كده ظهر لنا في 2013 شاب كندي عمل لنا فكره السمارت كونتراكت من خلال منصه او البلاتفورم بتاعت الايثيريوم، فنقلت لنا البلوك تشين لحته تانية خالص، اللي انت تقدر تنفذ كودز او كمبيوتر كود او ما نسميه اللي هو السمارت كونتراكت على البلوك تشين، وبالتالي ده نقلنا لحته تانية خالص، وده طبعا فاد البيزنس بشكل كبير. لكن الموضوع طبعا لا يخلو من التكنيكال والكوميرشال والبابليك بوليسي اللي بتعوق طبعا الادوبشن بتاع البلوك تشين بشكل كبير. فهنا ببساطه كده في الدايجرام ده احنا بنبين الفرق ما بين البابليك مثلا بلوك تشين والبرايفت. البابليك زي ما احنا قلنا اي حد يقدر جوين للنتورك دي، على عكس البرايفت بلوك تشين الوضع مختلف تماما. البرايفت بلوك تشين لازم يكون في ريستريكشن على مين يقدر يخش. طبعا البيزنس بيفضل فكره البيرميشن بلوك تشين، عارفين مين اللي داخل معانا النتورك دي، مش محتاجين نيتيف كارنسي زي بيتكوين الى اخره. طبعا نو بروف اوف ورك اور مايننج. طبعا احنا عارفين دايما نسمع كده المايننج مايننج مايننج اللي هو ما يسمى التعدين. الناس شركات كبيره وبتجيبوا كمبيوترات عشان يقدروا يعملوا فيريفيكيشن لترانزاكشن اللي هي في البيتكوين عشان يعملوا بلوك جديد. فبالتالي ده مش موجود في البرميشن بلوك تشين، على عكس البرميشن ليست بلوك تشين اللي هي البيتكوين. لا، الموضوع انت مش عارف مين الاطراف اللي موجودين في النتورك، وبالتالي طبعا في كارنسي، وطبعا ده ما يسمى في او ما بنسميه او ما يسمى بالكريبتو ايكونومكس، ده قصه تانية خالص. احنا النهارده هنتكلم على البرميشن طبعا بلوك تشين اللي طبعا بتكون مناسبة لفكرة البيزنس. حابب اتكلم برضو ان النهاردة في تشالنج كبير بيواجه الفاينانشال سيكتور، والتشالنج الكبير اللي بيواجه الفاينانشال سيكتور ده بنعتبره اوبورتيونيتيز للبلوك تشين اللي تقدر تخش وتتغلب على الصعوبات دي. النهاردة طبعا عشان في سنتراليزيشن بشكل كبير، فطبعا المؤسسات الماليه بتاخد طبعا بتاخد ما يسمى اللي هو العائد مقابل اللي تأديك تقدم لك الخدمه او كوميشن. طبعا عندنا مشاكل كبيره موجوده في الليجاسي سيستم، عندنا كمان تكاليف الكليرنج والسيتلمنت كوست، ريبيتد كرايسز اللي موجوده اللي شفناها الازمه الماليه العالميه، عندنا المشاكل كمان اللي بتواجه الفيات كارنسي، وطبعا عندنا فكره الناس الحكومات طبعا النهارده بتنادي بالفاينانشال انكلوجن، فبالتالي البلوك تشين بتقدم لنا الحل او سوليوشن افضل عشان تحل كل المشاكل اللي احنا شايفينها دي. لو جينا برضو نتكلم على عشان نعرف اهميه البلوك تشين، النهارده البيمنت كوست بتمثل نص او الى 1% من الجلوبال جي دي بي، وبالتالي انت ممكن نقدر نقلص الكلام ده الكوست دي بشكل كبير لو جينا استخدمنا البلوك تشين. طيب ايه الفاينانشال سيكتور بوتنشال يوز كيسز، ايه الحاجات اللي ممكن نقدر النهارده نستخدم البلوك تشين فيها في مجال الفاينانس او مجال او للمؤسسات الماليه او الفاينانشال انستتيوشنز؟ نتكلم على البيمنت سيستم، سواء الكروس بوردر او اللارج انتر بانك، المعاملات ما بين البنوك وبعضها البعض، التحولات البنكيه. بنتكلم النهارده البنوك بتتكلم على السنترال بنك ديجيتال كارنسي، وشفنا محاولات كتير من عده دول اللي هي تعمل الديجيتال كارنسي الخاصه بيها. بنتكلم برضو بنتكلم على السكندري ماركت تريدنج، ممكن تعمل اكسشينج للستوكس والى اخره والحاجات دي كلها من خلال البلوك تشين. بنتكلم على الكراود فاندنج او الفينشر كابيتال من خلال الاي سي او او انيشال كون اوفرنج اللي بتقدمه من خلال البلوك تشين. بنتكلم برضو على الكليرنج والسيتلمنت والبروسيسنج للسكيورتيز والدريفتيفز. بنتكلم طبعا على تريد فاينانس وسبلاي تشين، واللي انت تعمل ديجيتاليزنج لاي مستندات ورقيه معاك. كمان بنتكلم اخيرا على الديجيتال اي ديز والديجيتال ريبورتنج. فده كله بوتنشال يوز كيس للفاينانشال سيكتور اللي هو يقدر يستخدم البلوك تشين فيها.
طبعا الدنيا مش وردي برضه، الدنيا مش وردي، لا في مجموعه من التحديات بتواجه البلوك تشين عشان تبقى وايد يوز ادوبشن. بنتكلم على البرفورمانس والسكيلابيلتي والافيشنسي بتاعت البلوك تشين، الوضع الحالي البلوك تشين مش كل يعني النهارده لو جينا قارنا مثلا شركه زي فيزا، حجم المعاملات اللي بيتم فيها من خلالها في الدقيقه الواحده او الثانيه الواحده الاف المعاملات، على عكس البلوك تشين بيبقى العدد محدود، لان طبعا التكنيكاليتي بتاعت الفيريفيكيشن والكلام ده كله محتاجه تتطور بشكل كبير. وطبعا هم النهارده في محاولات كتيره اللي هم شغالين على كده، يغيروا البروف اوف ورك للبروف اوف ستيك، وكل الكونس الجوريزم اللي هي بيتم تغييرها، والتصميم نفسه بتاع البلوك تشين. طبعا بيتكلم على البرايفسي والسكيورتي، الامان اللي بيتم. طبعا احنا شفنا في سرقه يعني فلوس كبيره من الوالت اللي موجوده، فطبعا الناس متخوفه من الحته دي. طبعا فكره البرايفت كي، البلوك تشين فيها برايفت كي، البرايفت كي ده اللي من خلاله تقدر تعمل اكسس لكل الوالت بتاعتك وكل المعاملات بتاعتك على البلوك تشين الى اخره. طبعا الجفرنس، طبعا الكوميرشال وايد يوز كيسز، وطبعا عن المشاكل القانونيه الى اخره، لازم نكون مغطين الكلام ده كله. بعد كده هنخش على الفيدريتد، هناخد بقى يوز كيس للتريد فاينانس، قصدي للبلوك تشين في مجال الفاينانس، وهتكلم بشكل محدد على التريد فاينانس. النهارده طبعا زي ما انا قلت، البيزنس بيفضل البرميشن بلوك تشين، او لازم يكون في اكسس معين، على عكس البابليك. البيزنس مش بيفضل فكره البابليك بلوك تشين، اللي البيانات تكون متاحه لكل الاطراف، لكل الناس، ده او اي حد يقدر يخش على النتورك، فالكلام ده هيبقى فيه مشكله. الفيدريتد بلوك تشين ببساطه شديده، لو انت عندك كذا بنك او كذا شركه، فبيبقى في حد معبر او ممثل لكل طرف من دول. لو في ترانزاكشن بتتم ما بين ده وده، فبيحصل فيريفيكيشن لترانزاكشن للمعامله دي من خلال الاطراف اللي موجودين في النتورك دول. اهم استخدامات او اهم يوز كيسز للحاجات للفيدريتد بلوك تشين، بنتكلم على الفاينانشال سيرفيس، انشورنس، سبلاي تشين، والى اخره من الحاجات. هتكلم معاكم النهارده على التريد فاينانس يوز كيس مع البلوك تشين. بس قبل ما هتكلم على التريد فاينانس، لازم يعني نكون نفهم، يعني هدي بس كده هنت بسيط على التريد فاينانس، وبعد كده نشوف فيديو مع بعض، بعد كده نتكلم يعني مور ديتيلز اكتر على التريد فاينانس، ازاي البلوك تشين تقدر تبقى بيست سوليوشن للتوبيك ده او الاريا دي. التريد فاينانس ببساطه النهارده اي حد بيبقى محتاج، يعني شركات بتحتاج تشتري بضاعه من بره، فبالتالي بيلجأ ليه طرف وسيط. الطرف ده بيكون بنك او مؤسسه ماليه بتقدم له لتر اوف كريدت عشان يقدر يجيب البضاعه دي الى اخره. فطبعا البلايرز اللاعبين في القصه دي ناس كتير جدا، وطبعا في تلاعبات كتير بتتم، وطبعا في مستندات كتير انت محتاج تخلصها. عندك الموردين، الامبورتر والاكسبورتر للبنكس، شركات التامين، التريد فاينانس اورجانيزيشن، والاكسبورت كريدت كومبانيز. قبل ما نتكلم على الايشوز اللي بتواجه تريد فاينانس، حابب كده نشوف كده مع بعض الفيديو ده. ثواني. تمام كده الفيديو كده واضح. الفيديو كده واضح ولا في مشكلة؟ Being outside in the Nordics is a way of life. It gives you perspective
on what you do at work, that is when you get some of your best ideas. We see more and more SMEs getting involved in cross-border trade. There are some very typical common challenges that they face. And I would say the biggest one is related to trust. So can I trust my overseas trading partner that I may never have met before? So for a small company, it can be like a jungle almost. Luottamus on hirveän tärkeää. Meillä pyritään pitkiin suhteisiin sekä toimittajien että asiakkaiden kanssa. Meidän toimittajien pitää toimia ajoissa oikeiden tilausten tulla sisään oikeaan aikaan sekä myöskin meidän lupaamien toimitusaikojen pitää. Meidän toimittajat haluaa rahansa ennen kuin me saadaan loppuasiakkaalta suoritus meidän myymistä tuotteista. Ja siinä suhteessa me tarvitaan tukea riskin kantamiseen. Most of Flowrock's trading partners are part of the WeTrade platform because their banks are part of the platform. Sehän on yksi tärkeä asia koko kaupankäyntiä, että vastapuolen riskit pystytään eliminoimaan ja että luottamus kumppanien välillä on olemassa. WeTradin käyttö oli yllättävän helppoa. Mun ei tarvinnut blockchainista tietää yhtään mitään. Viime aikoina me on alet tutkimaan, että pystymmekö hyödyntämään WeTradea meidän pienien edustajien kanssa Etelä-Amerikassa. WeTrade is not only about providing trade finance. It's something much bigger than that. It's actually about enabling trade. IBM has clearly been a really important part of this collaboration, bringing the technology and the knowledge that they have when it comes to cross-border trade. As we bring this out to more banks and more partners, we can see transportation companies, the customs authorities, connecting all of these with our customers. We're creating an ecosystem of trust for global trade. اتمنى ان الفيديو كده يكون يعني يوضح الفكره، وفي فيديو كمان حابب برضو اشاره مع حضراتكم بحيث نفهم برضو ازاي الكلام برضو بيتم في trade finance process that often involves many players 10 parties over. ثواني These days, trade finance is a complex process that often involves many players. 10 parties, over 30 documents, largely paper-based. None of this is unusual, and it can all be overwhelming. To help fix this, IBM Blockchain can optimize trade finance, logistics, and information shared between different legal entities to streamline processes, speed up response times, provide new transparency, and better overall flow. Trade finance on IBM blockchain brings together the importer, the exporter, and their respective banks to a blockchain network. In addition to these actors, it also caters to associated business entities like insurers, transporters on land and sea, customs, and others. Let's take a quick look at how it all works. Trade finance on IBM blockchain supports all of these actors through the application. For this demo, let's start with an importer who we'll call Max, a florist from New York City who's importing tulips. The application allows Max to create a purchase order. We've already created a pre-populated one, so we're going to have Max use it to purchase flowers. And if you look at the purchase order,
The application tells us that it's waiting for the exporter. We'll call that exporter Hans, a tulip farmer from the Netherlands. When Hans logs in, he has a view of the purchase order Max created for him. The application prompts Hans to accept the purchase order. Once he does so, the application again chooses the next action, moving to Max's bank to create a letter of credit. When Max's bank logs in, they select the same purchase order and are told to create a letter of credit. While creating that letter, the application also supports the associated process of creating a letter of understanding. With those two letters created, the purchase order now heads to Hans's bank, ready to be accepted. As part of the workflow, Trade Finance supports actors like the shipper who creates the packing list, and the exporter who accepts it and then creates insurance with insurance entities for policy creation. The shipper creates the bill of lading. The bill of lading is accepted by the exporter, and so forth until the exporter creates an invoice, and the invoice is accepted and paid for. Another additional feature the application provides is called Block Explorer, which is a view of all changes that have happened on the blockchain, presenting a visual representation of the number of blocks and transactions created. Trade Finance also offers graphical analytics, providing additional measurements of transactions happening on the blockchain. Trade Finance on IBM Blockchain also supports opening accounts, in addition to letters of credit and letters of understanding. Trade Finance on IBM Blockchain. زي ما احنا شفنا كده ازاي في الواقع العملي بتتم عملية التريد فاينانس بمنتهى البساطة على البلوك تشين. هشير مع حضراتكم البرزنتيشن بقى نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا. زي ما احنا شفنا كده في الفيديو السابق البلوك تشين بتقدم سوليوشن ممتاز لفكرة التريد فاينانس. طبعا احنا عندنا تريد فاينانس بيعاني من بروبلمز كتير مشاكل كتير. نيجي نتكلم اول حاجه بنتكلم على اللو كاستمر اكسبيرينس. طبعا المصدرين النهارده والموردين بسبب اللي هو الكومبلكس نيتشر للسيستم اللي موجود حاليا، فبالتالي مش بنقدر نتحقق هل الانفنتوري دي البضاعه دي سليمه مش سليمه. القصه دي كلها طبعا في النص بيحصل فيك دوكمنت كتير موجوده، وبالتالي المحصله النهائيه الكاستمر بتاعي هيبقى الساتسفاكشن بتاعه له قليل او مش راضي عن الخدمات اللي انا بقدمها له. تاني حاجه طبعا عشان بطلع بقى اللي هو الليتر اوف كريدت والقصه دي كلها، طبعا الكلام ده بيبقى شيء مكلف جدا، وده بيمثل يعني بريشر كبير، ضغط على كل الاطراف اللي موجودين في التريد فاينانس. تالت حاجه بنتكلم على كمان اللي هو التشريعات بقى والقوانين مختلفه من دوله لدوله، فبالتالي برضو وفكره الكي واي سي والاي ام ال والكلام ده كله اصبح مور كومبلكس، فبالتالي والمخاطر والقوانين مختلفه من دوله لدوله، فده كله بيمثل تحديات كبيره للتريد فاينانس. طبعا البرودكت ريسك، طبعا في مشكله كبيره جدا في السيستم الحالي بيواجهها البرودكت، طبعا المانيفاكشنج ريسك وكمان ترانسبورتيشن ريسك، وكمان اخيرا الكرنت ريسك، طبعا اختلاف العمله ما بين الفتره اللي انت يعني طلبت فيها الاوردر وعقبال ما الاوردر وصل لك، والمنظومه بقى اللي في النص كلها اللي بتضمن القصه دي كلها. فبالتالي التريد فاينانس بيواجه مشاكل كبيره جدا في التراديشنال انفايرمنت اللي احنا موجودين فيها. طيب باستخدام بقى البلوك تشين، البلوك تشين تقدر تحسن الكلام ده ازاي؟ ببساطه انت النهارده تقدر تعرف من خلال البلوك تشين او يوز تريد فاينانس بلوك تشين بلاتفورم اللي انت تقدر تقابل اللي هم تريدنج بارتنر، سواء من دوله مجاوره او من دول تانية او من اطراف اخرى مختلفه، او تختار التريد بارتنر المناسب اللي انت تقدر تتعامل معاه، لان انت طبعا شايف كل التاريخ بتاعه الهيستوري بتاعته عامله ازاي، وشايف كل المعاملات بتاعته السابقه وكل شيء على النتورك دي. مجرد ما انت اخترت العميل تقدر تعمل سمارت كونتراكت معاه وتبدا يبدا الاوردر يتنفذ. كمان البنوك او المؤسسه الماليه اللي هي يعني بديل عنك تقدر تخش في القصه دي لو البنوك موجوده، لو مش موجوده لو لا يعني لو اتطور الموضوع اكبر من كده ممكن الحته دي تتلغى، يعني يبقى انت يعني مباشر بشكل تلقائي بينك وبين الشركه الثانيه بشكل مباشر، مش محتاجها.
طبعا لو انت عندك فكره الريسيفابل كمان النهارده تقدر، لو انت محتاج سيوله ليكويديتي فممكن برضو الشركات اللي تقدر تعمل لك فاكتورنج للريسيفابل تبقى موجوده على البلاتفورم دي، وكمان تقدر تعمل تريسنج للجودز، وفي الاخر خالص تقدر البضاعه بقى توصل لك وتعرف كل شيء عنها. فبالتالي كل السايكل بتاعت التريد فاينانس كل الاطراف المنظومه بتبقى موجوده على النتورك بتاعت البلوك تشين، وبالتالي ده بيسهل لنا فكره الترانسبيرنسي كل الاطراف والانتجريتي. طبعا كمان النهارده ريال تايم طبعا بتشوف المعاملات السابقه عامله ازاي، الكلام ده كله زي ما انا قلته. طبعا مفيش اطراف في النص ومفيش دبل سبيندنج، وطبعا الاونر شيب بتقدم لك اونر شيب للمعاملات، البضاعه موجوده فين وحالتها ازاي والمكونات الكومبوننتس اللي داخله فيها، كل الكلام ده من خلال الايه البلوك تشين. طيب بعد كده هتكلم على مين هم الناس الليدنج بيقدموا السوليوشن بتاع البلوك تشين في حته التريد فاينانس. عندنا طبعا البلاتفورم كبيره، كل بلاتفورم لها الخصائص بتاعتها، وعندنا مجموعه من الشركات طبعا ومجموعه من البنوك عامله نتورك او منضمه للعديد من النتورك. عندنا اهم يعني اشهر الحاجات وي تريد اللي احنا شفنا فيديو عليها من شويه، وي تريد منضم لها يعني 8 بنوك، ال HSBC زي ما احنا شايفين كده، والكي بي سي واليوني كريدت وديتش بانك الى اخره، وبتقدم لنا الوي تريد اللي انت تقدر من عليها تعمل التريد فاينانس الخاصه بيك. طبعا عندنا كمان يعني مدعم الكلام ده، مدعم الوي تريد والكلام ده طبعا شركه اي بي ام هي اللي عامله القصه دي مع مجموعه البنوك دول طبعا. وعندنا بلاتفورم او انتربرايز بلاتفورم بتخدم على القصه دي، عندك الهايبر ليدجر، عندك الريبل الكور ده الكلام ده كله. وطبعا كل بلاتفورم من دي لو قعدنا نتكلم ليها خصائص ومزايا مختلفه عن البلاتفورم التاني. يعني على سبيل المثال لو جينا خدنا كده الهايبر ليدجر، بنتكلم على بيرميشن بلوك تشين سيستم، هاي سكيلابيلتي، انت نيد تو نو داتا افيلابيلتي، ريتش كويريز لانجويج، كل دي مزايا فيه. طبعا سيفتي ميجرمنت للسنسيتيف داتا او البيانات اللي انت محتاج تامنها بشكل كبير. طيب بعد كده بنتكلم لو انا النهارده حابب اطبق البلوك تشين، النهارده لو انا حابب اعمل امبلمنتيشن للبلوك تشين محتاج اعرف ايه. اول حاجه محتاج اعرف اليوز كيسز، اشوف كده الناس ايه اليوز كيسز اللي هي ناجحه، الناس بتستخدم البلوك تشين في ايه. لو انا في نفس الصناعه طيب مين اللي استخدم في نفس الصناعه البلوك تشين وكانت نسبه نجاحها عامله ازاي وايه المشاكل اللي قابلته، وبناء عليها بختار اليوز كيسز المناسبه ليا ولظروف شغلي. بعد كده ببدا يعني اختار البديل الامثل زي ما بيقولوا، وبعد كده اعمل له تيستينج، لو الحوار نجح معايا وزي الفل خلاص ببدا اعمم الموضوع. وطبعا لازم طبعا اكون عارف ازاي اوبريت للبلاتفورم دي، وازاي لو حصل مشاكل ازاي يعني اتجنب الكلام ده كله. طبعا محتاج اعرف كمان البرميشن تايب اللي موجود في البلوك تشين سوليوشن اللي انا اخترته، عشان طبعا كل الحاجات دي هتاثر معايا. ده بالنسبه للتريد فاينانس. طبعا هنا بقى برضو من اليوز كيسز اللي البلوك تشين فكره الكراود فاندنج، وخاصه دايما بنسمع الاي سي اوز والكلام ده طبعا للكريبتو كارنسيز والمنصات الجديده. طبعا ده قصه كبيره يعني طبعا الشركات الكبيره زي ما احنا شايفين كده اسد باين او نمر، يعني الشركات الكبيره موجوده في القصه دي وشايفه مراقبه الموضوع يعني بكل ما اوتت من قوه، ومراقبه التكنولوجيا بحيث اللي هي تكون يعني فروم فريست هاند، يعني اللي هي تكون مستثمره وداخله في الموضوع ده بشكل كبير، وتاخد جزء طبعا من الكيكه بتاعه الماركت. طبعا زي ما احنا عارفين الكريبتو كورنسيز والكلام ده طبعا بتواجه بعض التحديات، وكمان التقنيه بتواجه بعض التحديات ان جنرال يعني. وطبعا لقينا بعد كده بقى البنوك بتطلع السي بي دي سي او العملات الرقميه الخاصه بيها، وطبعا في تحديات كبيره بتواجه
العملات دي. اخيرا عشان ما اطولش عليكم يعني، هتكلم اخر حاجه على ايه الاسئله اللي دايما بيسالها، بعض الاسئله يعني اللي دايما بيسالها السي اف اوز وهم بيشوفوا جزئيه البلوك تشين. يعني اول سؤال ناس تيجي تسالك، تيجي تقول لك النهارده هل انا محتاج النهارده افكر في البلوك تشين سوليوشن ولا يا عمي كبر دماغك والموضوع ده لسه قدامه مثلا 20 30 سنه؟ اقول لك لا، الناس النهارده في يوز كيسز موجوده في البلوك تشين وفي حاجات كتير خلال السنوات البسيطه الجايه دي هتلاقي الدنيا اتشقلبت خالص. يعني انا كنت كاتب كده من فتره اللي في احد الاحصائيات، المؤسسات اللي بتعمل احصائيات يعني المؤسسات الكبيره، بتتكلم خلال 8 سنين البنوك السلع اللي بتقدمها البنوك، الخدمات اللي بتقدمها البنوك التقليديه مش هتبقى موجوده وهتبقى اوت اوف ذا بزنس مقابل الشركات الفينتك والشركات المعتمده على تقنيه البلوك تشين الى اخره. فاول سؤال لا، لازم انت تفكر في الموضوع ده يعني من النهارده، لان لو انت ما فكرتش فيه من النهارده هيبقى فيه مشكله بالنسبه لك. طيب السؤال التاني بنتكلم النهارده، هل انا محتاج اشقلب الدنيا عشان اصدم البلوك تشين؟ يعني هل الليجاسي سيستم اللي موجوده هتتحاش كلها واصدم البلوك تشين؟ لا، اقول لك لا. في بعض النهارده الشركات الكبيره اوركل ساب الى اخره بتعمل فكره الانتجريشن للبلوك تشين مع السيستمز اللي موجوده بحيث لا يتم لها انهانسمنت، فطبعا الليجاسي سيستم مش هتحاش. لا، لازم في يحصل عمليه نوع من الانتجريشن، وممكن في المستقبل ممكن نشوف بقى سوليوشنز يحوش القصه دي، الله اعلم. التطورات كبيره في البلوك تشين. طيب طيب هل هل من استخدم البلوك تشين هتطور لي فكره الفاينانشال بروسيسز او العمليات الماليه او الفاينانس بروسيسز داخل الشركه؟ هتطور لك فكره مثلا الاكونتس ريسيفبل، الاكونتس بيبل، الجنرال ليجر، ريكونسيليشن، كل الكلام ده هيتم بمنتهى البساطه عن طريق البلوك تشين. بعد كده طب ليه النهارده احنا بنتكلم عن البيزنس بلوك تشين؟ لان طبعا البابليك بلوك تشين كل البيانات هتبقى موجوده متاحه للعامه، فبالتالي البيزنس مش بيفضل الكلام ده، فبالتالي البيزنس بيفضل البيرميشن بلوك تشين او بنسميها البيزنس بلوك تشين. طيب زي ما احنا قلنا طبعا البيزنس بلوك تشين مختلفه عن البابليك. هل الموضوع خالي من الريسك؟ يعني البلوك تشين دي بتقدم طبق من ذهب اللي كل حاجه تبقى زي الفل؟ لا، مفيش حاجه اسمها 100% اللي هي بتقدم لي البديل اللي هو احسن حاجه في الدنيا. لا، في طبعا بعض التكنيكال وفي بعض الحاجات الايشوز اللي بتواجهها البلوك تشين زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. طبعا البلوك تشين في طبعا السمارت كونتراكت بيمثل جزء كبير من الفكره او اليوز كيسز اللي استخدام البيزنس، فطبعا السمارت كونتراكت دي قصه كبيره لوحدها، يعني ممكن نبقى نعملها سيشن بعد كده ازاي النهارده تقدر تحسن البلوك تشين وتقدر تحسن عمليه حتى الجوفرنانس داخل البيزنس. زي ما احنا قلنا الكلام ماشي تمام. طيب هل المراجعين النهارده محتاجين يقلقوا من البلوك تشين؟ محتاجين، يعني محتاجين النهارده يعملوا اندرستاند ازاي البلوك تشين دي هتاثر عليهم، محتاجين طبعا يفهموا البلوك تشين دي عباره عن ايه وازاي هتاثر على البيزنس موديل والكلام ده كله اللي هم هيراجعوه. اخر حاجه اختم بيها، يعني في حد ممكن يسالك بعد ده كله يقول لك ايه هي البلوك تشين؟ البلوك تشين ببساطه دي التكنولوجيا اللي انت تقدر تسجل فيها المعاملات بينك وبين طرف تاني. المعاملات دي موجوده لكل الاطراف متشافه، الليجر ما فيهوش اي تلاعب، وطبعا مختلفه عن البيتكوين. انا كنت سعيد جدا خلال السيشن دي، وارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم. لو حد حابب يتواصل بيا بعد اللايف ممكن ياخد الكيو ار اللي موجود على الشاشه او يكتب زكريا حسنين سواء على الفيسبوك العام او على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم. لو في اي اسئلة انا جاهز. حضرتك سامعني كويس؟
الأستاذ أحمد أو أستاذ زكريا اللي معايا أرجو لحضرتك تكون سامعني عقبال ما يعني مسمعنا، ممكن هشير تاني الـ QR مع حضراتكم. ده الـ QR تمام. أستاذ زكريا حضرتك سامعني؟ السلام عليكم، شكرا أستاذي الفاضل أستاذ سي زكريا على هذه المحاضرة القيمة التي يعني بكل صراحة أثرت فيها مجموعة من النقاط التي كنا بحاجة إليها، لا سيما وأن هذا الموضوع هو موضوع يعني جديد وراهني كما تفضلتم يعني دائما وابدا هو مستمر في التطور، هو يتطور على الشهر وهي ضروره. البلوك يعني اصبح الان ضروره من الضروات التي ربما قد تصبح بديلا عن المعاملات الماليه وعن الاوراق الماليه. فتفضلتم استاذ الفاضل وقلت بمجموعة من التوضيحات حول هذا الموضوع، لكن قد يبدو أن تكونوا في الإنجليزية. نحن نعلم أن الطلبة أو الباحثين في المغرب يكتبون باللغة العربية والفرنسية وربما الإنجليزية لمن تمكن منها، وهناك شريحة عريضة من الناس لا يفهمون أو لا يتقنون اللغة الإنجليزية، لا سيما ما في مادتها العلمية عندما تعرض لنا مصطلحات علمية محضة فتكون هناك صعوبة في فهم. لكن الحمد لله يعني من خلالكم أتيح لنا أن نفهم مجموعة من العبارات ومجموعة من الكلمات وكذلك مجموعة من المقاصد التي رمتم بيانها من خلال هذا البحث المبارك. أستاذي الفاضل، إذا كان هناك أسئلة بالنسبة للحاضرين نفتح مجال الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة للأستاذ الفاضل، نمنح للحاضرين فرصة للتساؤلات. مرجو من الطلبة الباحثين والأساتذة الفضلاء من عنده سؤال أو يريد أن يستوضح الأستاذ في مسألة معينة فليتفضل. إذا كان هناك سؤال إذا كان لديكم سؤال أعزاء يمكن طرحه على الأستاذ سي زكريا اللي هو غيجاوب عليه. رانا نعطيه الكلمة للباحثة رانا أنها تسول السؤال ديالها. مرجو من الأستاذ فاضل يعطي الميكرو للأستاذة رنا. أستاذة رنا تمام. تمام، أنا فتحت الأستاذة رنا يعني. تفضلي يا أستاذة، تفضلي. أنا ask to ممكن حضرتك تفتح او الهوست الاساسي، مش عارف في مشكله. هشام اذا كان مع هشام يعطي الميكرو للاستاذ باش تطرح السؤال ديالها. تفضلي استاذه اذا عندك امكانيه الكلام. استاذه رنا ممكن تفتحي المايك من عندك، لو في مشكلة ممكن تكتبي على الشات. مش قادر تفتح ال هناك أحد الحاضرين يكتب البلوكتشين تقنية تعتمد على لغات برمجية معينة.
هو بص البلوك تشين طبعا لازم في مجموعه من بص كل بلاتفورم لها لغات البرمجه الخاصه بيها والقصه دي كلها، فبالتالي لازم تكون يعني اوير بلغات البرمجه المختلفه. نعم. المرجو من الأستاذ هشام أن يمنح للسيدة السائلة يمنح لها الميكروفون حتى تستطيع أن تدلي برأيها أو بإضافتها أو في حد بيتكلم في حد استدري يعني ماشين يعني كيف يمكن لنا ان نستثمرها مثلا في مجال التعليم؟ طيب انا بالنسبه لمجال الادوكيشن البلوك تشين ببساطه جيده يعني ممكن تقدر تفيدنا في مجال التعليم في حاجات كتير. اول حاجه يعني اهم واهم شيء ممكن نتكلم على فكره السيرتيفيكيشن او الشهادات اللي بتمنحها اليونيفرسيتي الجامعات. النهارده دايما نشوف يعني في العالم العربي اللي فيه او في العالم بشكل في العالم بشكل نعم. عام ممكن تلاقي شهادات مزوره، حد يقول لك انا خريج واخد ماجستير ودكتوراه من جامعه كذا كذا نعم. وتيجي تشوف الجامعه دي ما تلاقيهاش موجوده اصلا، او حتى من جامعه موجوده بس الشهاده مضروبه. فبالتالي البلوك تشين تقدر تفيدنا في حاجات زي كده. وعندنا النهارده في اكزامبل كتير لفكره البلوك تشين يوز كيسز لمجال الاديوكيشن، موجوده في الامارات، موجودة حتى في السعودية، موجودة في دول تانية. النهاردة تتأكد النهاردة الشهادة دي موجودة من الجامعة الفلانية. وإن شاء الله أنا على صفحتي يعني أنا كنت حضرت مؤتمر في الهند، فهم يعني عملوا الشهادة السيرتيفيكيشن محفوظة على البلوك تشين بلاتفورم الخاصة بيهم، فبالتالي ما تقدرش تتلاعب. إن شاء الله هنشرها وتشوف الشهادة، بيبقى عليها كده بيديك الهاش أو حتى يديك الكيو آر، تقدر تعمل تقدر تشوف هل الشخص ده خد الشهادة دي ولا لا من الجهة المعينة. نعم. في حد بيتكلم انتظار دورة عن العقود الذكية السمارت كونتراكت، ان شاء الله يعني ان شاء الله يسمحوا لنا، بس وانا تحت امركم يعني ان شاء الله. بارك الله فيكم سيدي الفاضل، يعني هذا شرف لنا والحمد لله. نرجو ان تتكرر هذه الاعمال وهذه المجهودات القيمه التي استفدنا منها، واكيد انه استفاد منها الكثير من خلال الصفحه على الفيسبوك. كذلك سيدي الفاضل يعني كما تفضلتم يعني كذلك يمكن الاستفاده منها من هذه التقنيه هذه في مجال حفظ البيانات لدى الجامعات. مثلا هناك جامعات تحتاج الى ان تقوم يعني ربما قد تبذل اموالا طائله من اجل حفظ مجموعه من المعلومات لديها ما يسمى بالاباز دوني. بالضبط بالضبط. ممكن البيانات نفسها بتاعت الاورجانيزيشن تتحفظ طبعا. نعم او تعمل لها هاشنج على البلوك تشين، فده يعني يسكس كويسه جدا يعني، خاصه مجال كمان الشهادات. هنتكلم على الشهادات لان طبعا المشاكل من الشهادات يعني احيانا تلاقي في ناس خريجه يقول لك انا خريج طب وهو مش دكتور، فبالتالي ممكن ياثر علينا احنا كبني ادمين يعني. فلا فحته جزئيه الشهادات دي محتاجه يعني تبقى وايد يوز كيسز للبلوك تشين بشكل كبير ان شاء الله في المستقبل العاجل نشوفها بشكل كبير. وطبعا في بعض الجهات كتير عملت القصه دي من فتره يعني وشغاله يعني زي الفل. استاذي بالنسبه لهذه التقنيه الجديده التي سمعنا عنها هذا الكم من الايجابيات، هل لهذه التقنيه ايضا سلبيات؟ طبعا طبعا في ريسكس كبيره بتواجه البلوك تشين، ومن ضمنها فكره البرايفسي. النهارده في الاتحاد الاوروبي عندهم الجي دي بي ار، لان انت النهارده يعني ده بيتعارض طبعا مع فكره الخصوصيه. انا بتكلم طبعا عن البابليك بلوك تشين، النهارده البيانات لما تكون متاحه والاميوتابل وبالتالي ما تقدرش يعني تمسحها، فتخيل بقى تاثير القصه دي كلها. فده شيء يعني محتاجين ان احنا يعني نعرفه طبعا بشكل كبير. وطبعا لو انت اتكلمت على اليوز كيسز بقى بتاعه الكريبتو نفسها، في مشاكل كبيره بتواجه القصه دي كلها. كذلك استاذي مثلا يعني حسب ان مثلا هذه الكتله مثلا اذا كانت عندنا سلسله من الكتل واراد مثلا هذا
صاحب هذه التقنية أو الإنسان الذي يشتغل بهذه التقنية أن يغير شيئا في الكتلة الأولى سيتم التغيير على جميع الكتل. هذا صحيح أستاذ؟ بص بالنسبة للبلوك تشين لا، البلوك تشين يؤثر يعني بص يعني أي أنا بص ببساطة جديدة، البلوك تشين عاملة زي كده بيت أو مكعبات بتحطها فوق بعض، لو حشت مكعب في النص نعم بالتالي كل السلسلة هتتغير. أنا لو كان عندي وقت كنت ممكن أوريك يعني برضو اكزامبل من عندي إزاي النهاردة الهاشنج ده بيتم إزاي في البلوك تشين. طبعا كل بلوك بيبقى مربوط بهاش، بيبقى ليه هاش يعني هاش بصمة موجودة فيه ونفس البصمة موجودة في البلوك اللي بعده، فبالتالي أنت عشان تغير البلوك اللي بعده كل البلوكات اللي بعد كده هتتغير، فبالتالي الكلام ده بيتم اكتشافه بمنتهى البساطه. فبالتالي فكره السكيورتي في البلوك تشين يعني امان مور سكيورتي بشكل كبير. طبعا في بعض في بعض الريسك المخاطر طبعا، بس يعني بس احنا بنتكلم ان جنرال يعني. نعم شكرا استاذي الفاضل سيدي زكريا على هذه المحاضره القيمه التي استفدنا منها الكثير والكثير، والتي اعتقد انه من خلال هذا التسجيل سيستمع وسيستفيد من خلاله يعني مجموعه من الباحثين الذين لهم شغف كبير لمعرفه هذه التقنيه الجديده والاطلاع عليها. والحمد لله لقد اجدتم وافدتم، ونتمنى ان تشرفونا بلقاءات اخرى في مقابلات مقبله باذن الله عز وجل في هذا الموضوع ايضا وفي تطوراته وفي الاستشراف المستقبلي لهذه التقنيه. بارك الله فيكم استاذي الفاضل، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهودكم العلميه وان يكرمنا بحضوركم مره اخرى، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي هذا المركز على هذه الجهود القيمة التي يبذلها من أجل نشر العلم والمعرفة. وشكرا لجميع الحضور الذين شرفونا بالاستماع وبحضورهم، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، أنا بشكر حضرتك وبشكر كل السادة الضيوف اللي تابعونا النهاردة، ويعني أنا سعيد جدا أنا كنت موجود معكم النهاردة، وإن شاء الله يكون لينا يعني كذا سيشن ان شاء الله في البلوك تشين، ممكن كمان البلوك تشين والاسلاميك فاينانس، فده موضوع برضو مهم جدا. اشكرك شكرا جزيلا وشكرا لكل السادة الضيوف. شكرا لكم.